ومن حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة تنضم إلينا مراسلة الغد إيمان جبور. إيمان، بداية، كيف يبدو الوضع بعد التوترات التي شهدها الحي اليوم؟ نعم، نحن متواجدون الآن في حي الشيخ جراح شمال القدس المحتلة. هنالك توتر شديد جدا في هذه الأثناء، طبعا عقب الاشتباكات التي حدثت ما بين المستوطنين واعتداء المستوطنين على الإفطار الذي أقامته عائلات الحي المهددة بالطرد. الآن نرى توتر شديد جدا، ليس هنالك اشتباكات ولكن هنالك تواجد لعدد كبير جدا جدا، يعني أعداد هائلة من أفراد الشرطة وحرس الحدود مدججين بالأسلحة يلاحقون الشبان والنشطاء ويلاحقونهم في الشوارع الخلفية لحي الشيخ جراح. يمكنكم الآن رؤية هذه الأعداد الكبيرة، وهذه فقط يعني بعض من الأعداد المتواجدة في الحي وفي الداخل إلى جانب البيوت المهددة بالإخلاء والمصادرة. هنالك أيضا وحدة خيالة، هنالك حالة من الكر والفر والملاحقات. الشرطة تحاول إخلاء هذه المنطقة من الناشطين. كان هنالك أيضا تواجد كبير للكثير من المستوطنين والمتطرفين اليهود الذين اعتدوا كما ذكرتم على أهالي حي الشيخ جراح والنشطاء. الآن نرى الشرطة ربما في محاولة أخرى لملاحقة الشبان ومنع وصولهم إلى المنطقة أعلاه في المكان الذي يتواجد فيه النشطاء وأهالي حي الشيخ جراح. كما ذكرت، هذه فقط ما ترونه الآن في الصورة، هي فقط أعداد قليلة من الأعداد الكبيرة المدججة الموجودة هنا في بضع بؤر في حي الشيخ جراح. الكثير من الخيالة، شرطة حرس حدود، وحدات حرس حدود. هنالك ملاحقة للنشطاء طوال الوقت في حالة من الكر والفر. نذكر بأن هذا التوتر هو مستمر منذ أيام متتالية. كانت هنالك العديد من المناوشات والاشتباكات ما بين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وما بين المستوطنين، وأيضا ما بينهم وما بين شرطة الاحتلال. نذكر بأنه من المتوقع أيضا أن يستمر هذا التوتر في الأيام القادمة. يوم الاثنين هو يوم ما يسميه الإسرائيليون الاحتفال بتوحيد القدس، ولذلك من المتوقع أن يكون هنالك اشتباكات سواء هنا أو في منطقة الحرم القدسي والبلدة القديمة بسبب إصرار المستوطنين الوصول إلى الحرم القدسي في يوم ما يسمى توحيد القدس. هنالك أيضا على المستوى السياسي تحاول إسرائيل التهدئة كي لا تدخل غزة على خط المواجهة، فبالتالي هنالك أحداث متسارعة هنا، وهنالك تخوفات من أن تنزلق نحو تصعيد شامل. ما حدث في الأيامات الأخيرة وما هو متوقع أيضا أن يحدث في الأيامات القادمة هو بالأساس تصعيد شعبي الذي أصر عليه أهالي حي الشيخ جراح. نعم. هم يعلمون بأن المعركة هي ليست معركة قضائية بقدر ما هي معركة سياسية.